واحد اثنين كم سطح يا ابوي؟ اوه هذين عليهم ازاله، عليهم ازاله، عليهم ازاله يا حبيبي. يا الله هذا هو المركيز. انا قلت ابي اصوره بس شكلي ما راح اقدر، راح ادخله الورشه واذا خلصوه خلصوه. شوفوا الموتر اللي جنب المركيز على طول حطوا عليه ازاله البلديه زي ما حطوا على المركيز ولحقت عليه. شوفوا كله زيت ذا اللي هنا، كله زيت. يوهوهو. شوفوا الاوساخ اللي مسكت في السياره بسبب الزيت. شوفوا الجنط. هذا هو الموتر من قبل العيد وهو واقف. ان شاء الله جهاز التشغيل عن بعد بعد ركبه ان شاء الله. طبعا الريموت اون يفتح الصوت واوف يسكر الصوت. والحين شغل السياره ونقول بسم الله، لان باقي الى الحين ما ركبت التشغيل عن بعد. تركت السيارة حول 5 دقائق، حمت السيارة خلاص، نسمعكم الصوت ونقول بسم الله. طبعا ما شاء الله هذا والصوت مفتوح بالأون. نسكر الصوت، شوفوا الصوت ساكت أو يعني ما في صوت، فندعس بنزين وهو كال الحين. اتوقع كذا خلاص سمعناكم الصوت وهو مسكر وهو مفتوح وكذا انتهينا. ما شاء الله تبارك الله. واللي يبي يشتري الكت بالكامل مع الجهاز مع الريموت ب1000 ريال، سعره جديد 2000 ريال، 2000 وعليها، بس الحين انا ببيعه مستخدم ب1000 ريال. للتواصل واتساب، حياكم الله. وما شاء الله تبارك الله يا المركيز. طبعا اللي بيشتري الشكمان راح نوفر عليه قيمه توصيل، لو ان شاء الله راعي الورشه مشاري ما يقصر باذن الله يحمل الشكمان على السلفراد وذا ونوديه عند شركه الشحن، واذا كان بالرياض يجي للورشه ويركب الشكمان. ويا شباب اضافه فوق الشكمان عندي ظفيره فورد كرام فيكتوريا بوليسي للبيع. تذكرون الماكينه اللي اخذتها حق المركيز اللي عليه كانت حقت فورد بوليسي 2011. الظفيرة نظيفة، حتى اللي أخذها من عندي اشتراها من عندي واحد وشيكها الكهربائي وقال لي نظيفة زي الوكالة ما فيها أي شيء. سعرها جديد فوق 1500 ريال، أنا حادها ب700 ريال. اللي اشتراها من عندي الله يهديه خسرني فلوس، اشتراها ويوم طلعت ما تركب رجعها لي، ودفعت حق شركة الشحن 40 ريال، والله يعوض علي، يعني المفروض هو اللي يدفعها، لكن ما في مشكلة نعرضها للبيع مرة ثانية. لكن اللي يشتريها قبل لا يشتريها يتأكد أصور له الأفياش بالكامل، الأفياش أصورها بالكامل، يطابقها عند الكهربائي على سيارته ويتأكد أنها تركب. ما شاء الله تبارك الله، واضح أن فيه مشكلة جلنط، والسبب نفس المركيز بالضبط، نفس المركيز بالضبط، ما في مكان للمركيز. ما شاء الله ما شاء الله. طبعا الورشة مخرطة ورشة بنفس الوقت، عشان كذا بسرعة يخلصون. لو اشتغلت على سيارتك واحتاجت خرط يخرطونه حتى في الورشة. ما شاء الله تبارك الله. طبعا الشكمان اللي راح افكه من السيارة بنفس هذه الطريقة، يجي يمين ويسار، اليمين او معليش اليسار نفس كذا بالضبط بالتمام، نفس كذا بالتمام، لكن جهة اليمين مختلف تعديل، يكون تعديل لين الأخير لين هنا، وحتى هذا المكان يكون تعديل. فاللي بيشتري شكمان راح يكون عنده الريموت يسكر الصوت ويسافر عليه عادي. أنا كنت أروح من الدمام لين الرياض، لأنه بيكون هنا يتنفس وهنا صوت طرب،
وقت اللي تبي تفتحه تفتحه، وقت اللي تبغى تسكره تسكره. يركب على الماركيزات والفكتوريات اللي يكون تاون كار شاسي طويل، ما اتوقع انه يركب. طبعا هذا دب التلوث اللي اخذته اللي فوق، هذه مفرغه، وهذا اللي هو علبه الفحم يسمونها بالعربي، لكن اسمها بالانجليزي الايباب، اللي هو حق التبخير للبنزين. هذا يوم كانت عندي الماركيز طايحه من تحت انضرب عندي لين قال بس. طبعا ما شاء الله تبارك الله، هذا ورشه ثانيه توه فتحها اخوي مشاري من زود، انه عنده متخصصين الرينو، فتح ورشه بس حق الرينو. ما شاء الله تبارك الله، هذا واحد، هذا اثنين، هذا ثلاثة، هذا أربعة، هذا خمسة، هذا ستة، ما شاء الله تبارك الله. طبعا الرينو منتشر في المغرب، فما شاء الله حتى المهندسين من المغرب ما شاء الله متخصصين، يعني 10 سنوات خبرة وزيادة، أكثر من 10 سنوات ما شاء الله. حبيت أبارك له بس على ورشته الجديدة بس حق الرينو، ما شاء الله تبارك الله. السلام عليكم، كيف حالكم؟ عساكم طيبين. مبروك الورشة الجديدة، الله يفتح عليكم. ما شاء الله تبارك الله، الله يسعدك. ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك لمشاري، ما شاء الله عليه، الله يبارك له. بس حبينا نبارك له. وطبعا يا مشاري الفيجو يقفل ملفات الرينو كلها. ما شاء الله، الله يبارك له. فيا شباب، اي واحد عنده رينو ويبي يضبط موتره الرينو، سواء اي موديل جديد قديم، يجي ورشة مجتمع الرينو، حتى الورشة باسم الرينو، ورشة مجتمع الرينو ميكانيكا كهرباء. ما شاء الله تبارك الله. اسحب اسحب الشكمان الحلال يا ولد. جالسين نغير مكان المشروع حق مشاري ما شاء الله، الله يبارك له. روح روح، ارجع 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 بعد، ارجع 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 على مسؤوليتي. بس 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 خلاص اوكي. طبعا ما شاء الله السيارة هذه ديتسون كلاسيك، موديلها في الثمانينات، حقت صاحب الورشة مشاري. وما شاء الله ماكينتها ار بي، وشغال عليها مشروع ما شاء الله. طبعا ما شاء الله هذه السطحة شايلة كراتين، كرتون حوض وكرتون قمارة، الله يعوض عليه. امزح معاكم يا حقين الشاص، حرام والله، الله يعوض عليه. لكن تحصلون له ركب حوض وركب غمارة، الله يبارك له. طبعا ما شاء الله هذا الورشة الأساسية، يجيبون الرينو يفحصونه يتأكدون من المشاكل اللي فيه ويودونه الورشة الثانية. هذا اثنين رينو يفحصونهم يتأكدون من مشاكلهم الكهربائية أو الميكانيكية ويودونهم للورشة، وهذه يودونها للورشة الخاصة حق الرينو. وهذه الورشة أساسا حق كل السيارات، يعني جميع السيارات سواء امريكي او ياباني. اما الرينو ففتحوا ورشه خاصه لها، وما شاء الله هذا المشروع حقه اللي قلت لكم عنه. واحسن شيء في الورشه، سواء الورشه حقت الرينو او الورشه هذه الاساسيه، فيها مخرطه، يعني شغلهم مثل ما قلت لكم ما شاء الله سريع سريع، خرط حوبات، خرط الروس المخرطه اللي هناك، وعندكم هنا خرط البكرات وخرط اشياء كثيره. ما شاء الله هذا صح، هذا حذاف، حذاف ما شاء الله، هذا خرط حذاف الحين، فما شاء الله عندهم كل شيء. فأي واحد بيجيهم من طرفي ما راح يقصر معاكم بإذن الله. رومان 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 بلي، فأي شيء تحتاجونه ما راح يقصرون معاكم. ومتخصصين في التكييف بعد والتصفية، هذا توظيف ماكينة تويوتا كامري، كل واحد واستخدامه، لا أحد يقول التويوتا جودة ويعني تشمت الشماتة ما هي بزينة، لا كل واحد واستخدامه يعني. فهذه توظيف وماكينتها موجودة هناك، هذا الشيخ مكفولي. 100 100 خلني امر بك. 100 100 الحمد لله. ايوه هذا ماكينة الكامري، شغلين عليها توظيف. ولا تنسوا اللايك والاشتراك، وان شاء الله الفلوق الجاي راح يكون على المركز الاحمر، خلصوه التشليح وراح اجيبه ان شاء الله.
اجيبه للورشه هذه بس نفتح حصون نتاكد من ماكينته انها تمام. طبعا قبل لا اقفل الفيديو مشاري قال لي انه يبغى يبيع سياره الشفرلي سيلفرادو، فاللي يبغى يشتريه يكتب تحت في الكومنت ورقم جواله او راح احط رقم مشاري للتواصل. هذه السياره طبعا في مشكله واحده اللي هي الباب القفل حقه، ما شاء الله تبارك الله سياره للبيع، الماكينه 350. اللي يبي السياره يتواصل واتساب مع مشاري في الموقع الرياضي. المحركات كلها شر، ما يحتاج راعي ورشه راعيها ما شاء الله. اصورها لكم من داخل ونفتح الكبوت اصور لكم الماكينه. هذه السيارة من داخل. للتفاصيل أكثر واصل مع الرجال واتساب. لا تنسوا اللايك والاشتراك والسلام عليكم. طبعا هذه السيارة قبل لا أقفل الفيديو وأنا أسوقها راعي الكورولا واخذ لفت ترسك. الملاحظات اللي شفتها وانا اسوق السياره الباب بس القفل حقه خربان، الباقي تمام، حتى الكهربائي فحص الكهرب وطلع كله تمام. بنزل لكم فيديو وهو يفحص الكهرب من جهه الفيوزات، ف راح احط لكم رقم جواله للتواصل. هذا الفيديو واقف ندخلها الورشه. الله يبارك للجميع ان شاء الله في حلالهم. يا راكب الشفر الابيض التسعين للبيع. حتى اللوري فارس تو كلمني قال لي تم البيع، فما شاء الله شغال ابيع جموس. السلام عليكم. لا بس فك وماكينة، يعني فك وتركيب ماكينة بس، فإن شاء الله الأمور طيبة. أهم شيء الضمان، أحب أقول له يعطيني ضمان شهر.